بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 72 من سلسلة دروس كتاب الهداية، شرح بداية المبتدئ لمولانا شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر الفرغاني المرغناني رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين آمين. الله، وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: ولو ارتدى بالقميص أو اتشح به أو اتزر بالسراويل فلا بأس به. لو ارتدى بالقميص، لو ارتدى بالقميص، ماذا يعني ارتدى بالقميص؟ يعني جعل القميص رداء. تذكرون في الدرس الماضي قلنا يشترط حتى يكون الحاج جانيا بلبس المخيط أن يلبسه اللبس المعتاد، فإذا اتخذ القميص رداء، جاء القلابية هذه القميص وجعلها هكذا على أكتافي كتفيه، قال ولو ارتدى بالقميص، فهذا لبس إذن غير معتاد فلا يكون جانيا بذلك. أو اتشح به، أو اتشح بالقميص، ماذا، ما هو الاتشاح؟ قالوا الاتشاح أن يدخل ثوبه تحت يده اليمنى هكذا ويلقيه على منكبه الأيسر، أن يدخل أن يخرجه من تحت اليد اليمنى ويلقيه على الكتف الأيسر، هذا يسمى اتشاحا. قال ولو ارتدى بالقميص أو اتشح به، أو اتشح به، أو اتزر بالسراويل، أتى بالسروال وجعله إزارا، يعني قام بلفه على عورته فجعله إزارا، ما الحكم؟ قال فلا بأس به. ليه؟ قال لأنه لم يلبسه لبس المخيط، لم يلبسه لبس المخيط، يعني أراد لم يلبسه اللبس المعتاد، لم يلبسه اللبس المعتاد. نعم. الله، لأنهم قالوا لبس المخيط، لبس المخيط، ما هو لبس المخيط؟ قالوا لبس المخيط هو أن يحصل بواسطة الخياطة، لبس المخيط أن يحصل بواسطة الخياطة اشتمال على البدن واستمساك، اشتمال هذا القميص الآن، هذا القميص نعم، حصل بواسطة الخياطة أنه اشتمل على بدني واستمسك، لا أحتاج إلى كلفة في حفظ هذا الثوب، هو اللي بنفسه مستمسك وشامل لبدني، استمسك بالخياطة، استمسك بالخياطة، إذا لأنه لم يلبسه لبس المخيط. نعم. فإذا انتفى الاشتمال، أو انتفى الاستمساك، لا يكون، فيكون إيش؟ لبسا غير معتاد، وإذا كان اللبس غير معتاد لا جناية فيه. إذا اللبس المعتاد كما ذكرنا في درس سابق وكما بينت الآن، أن يكون هذا اللباس الذي هو مخيط أن يشتمل على البدن وأن يستمسك، ولكن انتبه الاشتمال والاستمساك ما هو سببهما؟ كونه مخيطا، لذلك ذكرنا في درس سابق، أن لو كان مثلا الرداء ممزق أو فيه خروق فجعلنا فيه رقعة
وقمنا بخياطتها، هذا صار مخيطا، ولكن هذه الخياطة لا يتسبب عنها اشتمال ولا استمساك، فلا تضر إذن، فلا تضر. واضح الكلام إن شاء الله أحبابنا؟ قال: وكذا لو أدخل منكبيه في القباء، وكذا لو أدخل منكبيه في القباء ولم يدخل يديه في الكمين، خلافا لزفر. القباء هو كل ثوب منفرج من الأمام، مفتوح من الأمام، مفتوح من الأمام. بعضهم قال لا بد أن يكون له كمان، وبعضهم قال لا يشترط أن يكون له كمان. فقال لو أدخل منكبيه في القباء، يعني جاب العباية مثلا، العباءة، ووضعها على كتفيه ولم يدخل يديه في الكمين، قال لا بأس بذلك. وكذا لو أدخل منكبيه في القباء ولم يدخل يديه في الكمين، قال لا بأس به. ليه؟ سيستدلال. قال خلافا لزفر، خلافا لزفر رحمه الله. زفر يرى بأن القباء مخيط، القباء مخيط. نعم. فإذا أدخل يديه، فإذا أدخل يديه في منكبيه صار لابسا. وقال زفر القباء، القباء يلبس عادة هكذا، يعني أحيانا كثير من الناس يلبسون القباء بأن يجعلوه على المنكبين دون أن يدخلوا اليدين في الكمين، فيكون قد لبس القباء لبسا معتادا فيكون جناية. هذا عند زفر رحمه الله تعالى. قال خلافا لزفر رحمه الله، قال لأنه ما لبسه لبس القباء. هنا استدلال لنا وليس لزفار، فلأنه تعليل لقول الإمام مع صاحبيه، يعني كان تقدير الكلام، تقدير الكلام. وإنما لم يكن بأس في لبس القباء بهذه الصورة، لم يكن بأس في لبس القباء بهذه الصورة، قال لأنه ما لبسه لبس القباء، لأن العادة، العادة في لبس القباء أن يضم القباء الجانبين هكذا إلى بعضهما، أن يضمهما إلى بعضهما، وأن يدخل، وإن يدخل المنكبين واليدين في الكمين، هذا الأصل في لبس القباء. نعم. قال لأنه ما لبس لبس ما لبسه لبس القباء، ولهذا يتكلف في حفظه، فلما لم يلبسه لبس القباء صار يتكلف في حفظه. مر معنا في الدرس السابق أن اللبس المعتاد هو ما لا يكون فيه تكلف في حفظه. نعم. الله. قال ولهذا يتكلف في حفظه، لذلك قال في العناية الشيخ البابرتي رحمه الله تعالى، قال وعلى هذا لو زره، لو زر القباء، يعني لبس القباء وضعه على كتفيه، وضعه على كتفيه وضم بعضه على بعض وجعل له أزرارا، جعل له أزرارا، قال هذا لبس معتاد. ليه؟ قال لأنه لا يتكلف، لا يتكلف في حفظه. فإذا كان الثوب المخيط لا يتكلف في حفظه كان لبسا معتادا، أما لو تركه هكذا بدون أزرار دون أن يزره وإن ضم بعضه على بعض، قال لا يسمى لبسا معتادا لأنه يتكلف في حفظه. قال لأنه ما لبسه لبس القباء ولهذا يتكلف في حفظه، يتكلف في حفظه. طيب هل نفهم من هذا، هل نفهم من هذا أنه لو ضم الإزار بعضه على بعض وربطه
أو شد عليه حبلا، شد على الإزار حبلا، شد على الإزار حبلا. إيه نعم. هل يكون؟ فهذا لا يحتاج إلى حفظه، هذا لا يحتاج إلى حفظه. إيه نعم. هل يجب عليه دم؟ قال لا. ليه؟ قال لأنه اشتمل عليه، لم يشتمل عليه اشتمال المخيط، لم يشتمل عليه اشتمال المخيط. نعم يكره له هذا الفعل. ليه؟ لأنه فيه تشبه بالمخيط. أما هل يجب عليه شيء؟ لا يجب عليه شيء. لما؟ قال لأن هذا الاشتمال، الاشتمال بواسطة الخياطة، هنا عندنا اشتمال ولكن بغير الخياطة، بالحبل فلا يضر، ولكن فيه كراهة، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله. قال والتقدير في تغطية الرأس من حيث الوقت ما بيناه. التقدير في تغطية الرأس من حيث الوقت ما بيناه، يعني لما مر سابقا وقال أو غطى رأسه يوما كاملا أو ليلة كاملة. قال ولا خلاف أنه إذا غطى جميع رأسه يوما كاملا يجب عليه الدم لأنه ممنوع منه. ولو غطى بعض رأسه، فالمروي عن سيد أبي حنيفة رحمه الله أنه اعتبر الربع، فإذا غطى مقدار ربع الرأس ودام الغطاء أو التغطية دامت يوما لزمه دم. دامت التغطية يوما لزمه دم اعتبارا بالحلق والعورة. يعني كيف اعتبارا بالحلق والعورة؟ يعني قاس سيدي أبو حنيفة رحمه الله أنه لو غطى ربع الرأس يوما كاملا وجب عليه دم اعتبارا بالحلق، يعني لو حلق ربع الرأس وجب عليه دم كذلك، ولو حلق مثلا ربع لحيته كذلك وجب عليه دم، وكذلك لو انكشفت ربع عورته كذلك فسد صلاته. فاعتبار الربع مشهور في كثير من الأحكام، يقاس بعضها على بعض. إذا ولو غطى بعض رأسه، فالمروي، ما المراد بالبعض؟ قال المروي عن سيد أبي حنيفة رحمه الله أنه اعتبر الربع، فإذا غطى ربع رأسه ودامت التغطية يوما كاملا لزمه دم اعتبارا بالحلق والعورة. فهمنا يعني إيش اعتبارا بالحلق والعورة؟ قال وهذا لأن ستر بعض الرأس يعني استمتاع، انتفاع مقصود يعتاده بعض الناس. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يعتبر أكثر الرأس اعتبارا للحقيقة. يعني لو أنه غطى أكثر رأسه واستمرت التغطية مقدار يومين أو مقدار ليلتين وجب عليه الدم. قال اعتبارا للحقيقة، يعني لحقيقة الكثرة. نعم. كيف يعني اعتبار حقيقة الكثرة؟ يعني عندي الرأس، متى نقول أكثر الرأس؟ إذا قسمنا الرأس قسمين وقلنا هذا كثير وهذا قليل، فباعتبار المقابلة، فإذا اعتبرنا باعتبار المقابلة لابد أن يكون عندنا ثلثان وثلث، ثلاثة أرباع وربع.
هذا معنى إيش؟ اعتبارا للحقيقة، لحقيقة الكثرة. فإذا قسمنا شيئا واحدا قسمين، شيئا واحدا قسمين، وكان أحدهما أكبر من الآخر، نقول هو أكثر. متى يكون ذلك؟ إذا كان ثلثين وثلث، ثلاثة أرباع وربع. الله. قال فإن كان أقل من الربع فعليه صدقة. لا لسه. وعن أبي يوسف رحمه الله قال وإذا حلق ربع رأسه، وإذا حلق ربع رأسه، الآن انتهينا من تغطية الرأس إلى الحلق، هذه الآن جناية أخرى. وإذا حلق ربع رأسه أو ربع لحيته فصاعدا فعليه دم، فعليه دم. وهذا هو الصحيح المختار الذي عليه جماهير مشايخ المذهب، وإذا حلق ربع رأسه أو ربع لحيته فصاعدا فعليه دم. فإن كان أقل من الربع، حلق أقل من ربع رأسه، قال فعليه صدقة، فعليه صدقة. وقال مالك رحمه الله لا يجب. هناك رواية، هناك رواية عن الصاحبين أنه لا يجب الدم ما لم يحلق أكثر الرأس، لا يجب الدم ما لم يحلق أكثر الرأس، واضح. ونص على ذلك الشيخ الطحاوي في مختصره، ذكر هذه الرواية عن الصاحبين في المختصر. ولكن الصحيح المعتمد أنه إذا حلق ربع رأسه، ربع رأسه وجب عليه الدم. قال فإن كان أقل من الربع فعليه صدقة. وقلنا الصدقة إذا أطلقت ما المراد بها؟ نصف صاع من بر، أو المراد بها صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو قيمة ذلك. وقال مالك رحمه الله لا يجب الجزاء يعني والدم إلا بحلق الكل. وقال الشافعي رحمه الله يجب بحلق القليل، يعني لو حلق ثلاث، لو نتف ثلاث شعرات، اعتبارا بنبات الحرم، اعتبارا بنبات الحرم. اي نعم، يعني نبات الحرم لو انك قطعت شيئا قليلا منه يجب عليك الجزاء، وكذلك شعر رأسك وانت محرم. هذا عند الإمام الشافعي، حتى فيما أذكر منصوص عنده أنه لو نتف أو حلق ثلاث شعرات تكمل الجناية بذلك ويجب عليه دم بثلاث شعرات. قال ولنا، لأن التحلل عنده كذلك يكون بأن تحلق ثلاث شعرات، ولنا أن حلق بعض الرأس ارتفاق كامل، أن حلق بعض الرأس انتفاع كامل، ارتفاق كامل، لأنه معتاد، معتاد لبعض الناس، هناك بعض الناس قد يفعله، فتتكامل به بحلق ربع الرأس أو بعض الرأس الجناية. قلنا البعض المراد به ماذا؟ الربع، المراد بالبعض الربع، فتتكامل به الجناية وتتقاصر فيما دونهم، يعني تتقاصر، تتكامل بحلق البعض الربع الجناية وتتقاصر الجناية فيما دونه، يعني في حلق ما دون ربع الرأس. فإذا تقاصرت الجناية في حلق ما دون ربع الرأس نقول بأنه يجب عليه صدقة إن حلق دون أقل من ربع الرأس. إنا الله. وكأنه أراد، كأنه أراد الشيخ في هذه الكلمة تتكامل به الجناية وتتقاصر فيما دونه أن يرد قولي مالك والشافعي. رد قول الإمام المالك لما قال تتكامل به الجناية، الإمام مالك ماذا قال؟ لا يجتجب الجناية إلا إذا حلق كل رأسه، فرد عليه فقال تتكامل الجناية بحلق الربع لأنه معتاد فيجب الدم. إيه نعم. والإمام الشافعي قال
لو حلق أقل من الرباع ولو ثلاث شعرات يجب عليه الدم. رد عليه فقال: وتتقاصر الجناية، لا تتكامل، عكس التكامل التقاصر، تتقاصر الجناية فيما دون، في حلق ما دون الربع، فلا تجب عليه الجزاء أو الدم. فيكون قد رد بهاتين العبارتين قول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي. الله. هلا إذا كنتم تذكرون مر معنا في درس سابق، الدرس السابق، أنه لا يجب الدم إلا إذا طيب عضوا كاملا، وهنا قال يجب عليه الجزاء والدم إن حلق ربع رأسه. طب ما الفرق في بين الحلق والطيب؟ لماذا قلتم إن حلق ربع رأسه وجب عليه الدم ولم تقولوا بوجوب الدم لو طيب ربع عضو، وقلتم يجب الدم إذا طيب عضوا كاملا؟ ما الفرق بينهما؟ كان ينبغي أن يقال لو طيب ربع عضو يجب الدم، كما قلتم لو حلق ربع الرأس يجب الدم، فما الفرق بينهما؟ الجواب قال: بخلاف تطيب ربع العضو، بخلاف تطيب ربع العضو، قال لأنه غير مقصود، تطيب ربع العضو غير مقصود. يعني العادة في الطيب، العادة الإنسان إذا أراد أن يطيب نفسه لا يطيب، لا يقتصر على ربع اليد، وهذا ملاحظ، يعني عندما يضع الإنسان طيبا على يده يقوم بالمسح هكذا أو هكذا، ويمسح وجهه ويمسح ثيابه هكذا. هذا الأصل في الطيب، أن يعم الطيب أكبر قدر ممكن، ظهرت رائحة الطيب، أن يعم أكبر قدر ممكن من أجزاء البدن. أما الحلق ليس كذلك، الحلق ليس كذلك. قال بخلاف الطيب، بخلاف تطيب ربع العضو، لأنه غير مقصود. قال وكذا حلق بعض اللحية معتاد بالعراق وأرض العرب. إلى الآن في الجزيرة العربية يحلقون اللحية كلها ويتركون هنا، يسموها سكسوكة هذه، فلذلك عندنا له سكسوكة ويسموه أبو سكسوكة، أبو يبقون فقط هنا. حتى الآن صار في بعض الناس يحلق كل لحيته ويترك العنفقة فقط، إيه هذا يسموه عندنا أبو دبانة، يبقي هذه فقط. هذا طبعا كله خلاف السنة، هذا كله خلاف السنة، فلا ينبغي أن يكون كذلك. إيه فإذا هذا معتاد أن يحلق ربع اللحية ويبقي عند ملتقى اللحيين. قال وكذا حلق بعض اللحية معتاد بالعراق وأرض العرب. فإذا كان معتادا تتكامل به الجناية إن حلق ربع اللحية. قال وإن حلق الرقبة كلها، كان عنده هنا رقبته من الخلف لكل شعر فقام بحلقها، وإن حلق الرقبة كلها فعليه دم، لأن الرقبة عضو مقصود بالحلق يحلقه الناس عادة. وإن حلق الإبطين أو أحدهما فعليه دم، الإبطين أو أحدهما، لأن كل واحد منهما مقصود بالحلق لدفع الأذى ونيل الراحة، فأشبه حلق العانة في وجوب الدم بحلقها. قال ذكر في الإبطين الحلق ها هنا، وفي الأصل النتف. ذكر في الإبطين الحلق ها هنا، المراد بقوله ها هنا يعني الجامع الصغير. ليه الجامع الصغير؟ لأننا ذكرنا أكثر من مرة أن
الشيخ المرغيلاني رحمه الله لما ألف المتن هو جمع بين كتابين، بين متن القدوري وبين الجامع الصغير، فقال ذكر في الإبطين الحلقة ها هنا، يعني من فعل ذكر؟ الإمام محمد. ذكر الإمام محمد في الإبطين الحلقة ها هنا، يعني في الجامع الصغير، وفي الأصل المبسوط، يعني المراد الأصل هنا المبسوط، وذكر الإمام محمد في المبسوط النتفة وهو السنة، يعني في المبسوط قال ولو نتف الإبطين أو أحدهما فعليه الدم أو الجزاء. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى، وقال أبو يوسف محمد رحمهما الله تعالى إذا حلق عضوا، إذا حلق عضوا فعليه دم، إذا حلق عضوا يعني كاملا، إذا حلق عضوا يعني كاملا فعليه دم، وإن كان أقل، وإن كان أقل من عضوين فطعام، فطعام. الله. وقال أبو يوسف محمد إذا حلق عضوا فعليه دم. فعليه دم، وإن كان أقل، أقل فطعام. أراد به، أراد به إيش به؟ يعني بقوله عضوا، إذا حلق عضوا، أراد بقوله حلق عضوا، يعني هذه ليس عامة، ليس عامة، أن الرأس عضو، لكن المعتمد إذا حلق ربع الرأس يجب عليه الدم، ولماذا يقول إذا حلق عضوا حتى نفهم الكلام فهما صحيحا وما نظن في تناقض في الكلام؟ لا، ربع الرأس، حلق ربع رأسه وجب عليه الدم، خلاص انتهى، هذا بالاتفاق، ما في مشكلة، ما في خلاف. أما إذا حلق، المقال إذا حلق عضوا يعني كاملا قلنا فعليه دم، كيف هذا؟ قال المراد بالعضو هنا، أراد بالعضو هنا الصدر والساق وما أشبه ذلك، مثل الفخذ ومثل العضد ومثل الذراع، هذا تسمى إيش؟ عضوا. فإذا حلق هذا العضو كاملا، إيه نعم، قال فعليه الدم، فعليه الدم، إيه نعم. قال لأنه مقصود بطريق التنور، لأنه مقصود بطريق التنور، يعني كأن قائلا يقول، كأن قائلا يقول الجناية بالحلق، الجناية بسبب الحلق إنما تتكامل إذا كان العضو مقصودا بالحلق، إذا كان العضو مقصودا بالحلق، يعني يحلق حلاقة، يحلق حلاقة. وما ذكرتم من أنه إذا حلق الصدر أو الساق وما أشبه ذلك فليس كذلك، لا يحلق حلقا. أجاب قال لأنه مقصود، مقصود بطريق التنور، بطريق التنور يعني مقصود إزالة الشعر، حلق الشعر هذا مقصود، ولكن ليس بالموس وإنما باستعمال النورة، باستعمال النورة، يزال بالنورة، لأنه مقصود، يعني أنه، لأنه إزالة، لأن إزالة هذا الشعر مقصودة، صحيح ليس بالحلاق ولكنها بالنورة، فتتكامل الجناية يعني بحلق كله، بحلق كله، وتتقاصر الجناية بحلق بعضه، بحلق بعضه. إذن غير الرأس، غير الرأس، غير الرأس، غير الرأس، إذا حلقه، إذا حلقه أو أزاله بالنورة كاملا يجب عليه ماذا؟ الدم، يجب عليه الدم. أما الرأس فيجب عليه بحلق الربع، بحلق الربع. السلام عليكم. السلام عليكم. معذرة أستاذ، هناك قلت العضو، يعني الرأس العضو
يد مثلا نصف عضو، عندما ممكن نصف العضو يد أو صدر ربعه لما يحلقه يعني يكون. لقلنا يا أخي لا، غير الرأس لابد من حلقه كله. لو حلق نصفه ربعه ثلثيه عليه طعام فقط. أما الرأس إن حلق ربع الرأس وجب عليه الدم. إن حلق ربع الرأس أو ربع اللحية، ربع الرأس أو ربع اللحية وجب عليه الدم. هنا لابد من التنبيه على مسألة، وهي ماذا قال الشيخ؟ وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا حلق عضوا فعليه دم وإن كان أقل فطعام. طيب الآن ذكر قول الصاحبين، ما هو قول الإمام في المسألة؟ قال هو نفسه قول الصاحبين. قول الصاحبين هو أنه نفسه قول سيد أبي حنيفة. قول الصاحبين هو نفسه قول سيد أبي حنيفة، وليس المراد أنهما خالفاه في المسألة. طيب السؤال، لماذا نص على قول الصاحبين ولم يذكر، يعني خص بالذكر قول الصاحبين ولم يذكر قول أبي حنيفة؟ قال لأن الرواية المحفوظة في ظاهر الرواية هي عنهما، هي عنهما، فلذلك خصهما بالذكر لا بمعنى أنهما خالفاه، بل الصاحبان قولهما هو بيان لقول سيد أبي حنيفة وليس مخالفتان له. هذا لابد من معرفته، والله تعالى أعلم. الله، قال وإن أخذ من شاربه، وإن أخذ من شاربه وإن أخذ من شاربه فعليه طعام، فعليه طعام. الله، وإن أخذ من شاربه فعليه طعام أو طعام حكومة عدل. وإن أخذ من شاربه، الله، فعليه طعام حكومة عدل. ومعناه أنه، معنى إيش فعليه طعام حكومة عدل؟ معناه أنه ينظر أن الحالق أو الآخذ ينظر أن هذا المأخوذ كم يكون من ربع اللحية، كم يساوي من ربع اللحية. فربع اللحية ماذا يجب فيها؟ ذبح شاة دم. فهذا المأخوذ من الشارب كم يساوي؟ يساوي مثلا عشر ربع اللحية، فيجب عليه عشر الشاة. قال فيجب عليه الطعام بحسب ذلك، ينظر أن المأخوذ كم يكون من ربع اللحية فيجب عليه الطعام بحسب ذلك، حتى لو كان مثلا مثل ربع الربع، مثل الشوارب كانوا مثل ربع اللحية تلزمه قيمة، أو مثل ربع اللحية، ربع يعني ربع اللحية يلزمه ربع قيمة الشاة، ربع قيمة الشاة. قال ولفظة الأخذ من الشارب تدل على أنه هو السنة فيه دون الحلق، وهذا هو المعتمد عند الحنفية. المعتمد عندنا أن السنة هو الأخذ من الشارب القص وليس الحلق، والسنة أن يقص حتى يوازي الإطارة، هذه الحمرة، يقص ويبقي الشوارب باقي موجودة ظاهرة، هذا هو الأصل. إنام الله، على كل، في خلاف
في الرواية في خلاف في الرواية في المسألة. الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى نص وهذا ذكره الشيخ الكبان ابن الهمام في فتح القدير، قال والحلق أحسن، والحلق حلق الشارب يعني بالموس أحسن، قال وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وهو المذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا تمام. وقال كذلك وبعض المتأخرين أو قال المذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا، المذهب عندهم أن القص هو السنة، وهذا هو المشهور في كتب المذهب عند المتأخرين أن القص هو السنة، ولكن نص الشيخ الطحاوي رحمه الله أن الحلق حسن وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، فيكون في المسألة فيها خلاف. ذكر هذا الكلام الشيخ الكمال في فتح القدير. قال وإن حلق موضع المحاجم جمع محجم، المحاجم جمع محجم، والمحجم هو الآلة، هو اسم آلة من الحجامة، فموضع المحاجم يعني موضع حصول، الموضع المكان الذي تحصل فيه الحجامة، حلقه. قالوا إن حلق موضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله. إذن قلنا المحاجم جمع محجم وهو اسم آلة من الحجامة، قال فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال عليه صدقة، لأنه إنما يحلق يعني يحلق المحتجم لأجل الحجامة، وهي أي الحجامة ليست من المحظورات، هذا قول الصاحبين، فكذا ما يكون وسيلة إلى الحجامة لا يكون محظورا إلا أن فيه إزالة شيء من التفث، هذا الحلق فيه إزالة شيء من التفث فتجب الصدقة. ولأبي حنيفة رحمه الله أن حلقه مقصود، حلق موضع المحاجم مقصود، لأنه لا يتوسل إلى المقصود الذي هو الحجامة إلا به، وقد وجد إزالة التفث عن عضو كامل. ما هو العضو الكامل؟ أراد أن سيد أبي حنيفة يرى أن موضع الحجامة عضو كامل، وقد أزال عنه الشعر، وإزالة الشعر هنا مقصودة، لأنه لا يتوصل إلى المقصود الذي هو الحجامة إلا بالحلق. قال وقد وجد إزالة التفث عن عضو كامل فيجب الدم. فنفهم من هذا الكلام ونص على ذلك الشيخ الكمال في فتح القدير أنه إذا لم تترتب الحجامة على حلق موضع المحاجم، يعني يستطيع الإنسان أن يحتجم يفعل الحجامة بدون أن يحلق، فإذا حلق قال لا يجب الدم بالاتفاق. إذا لم تترتب، كأن يكون الشعر خفيف مثلا لا يمنع من الحجامة، كأن يكون الشعر خفيفا لا يمنع من الحجامة، فإذا يكون عندها الشعر حلقنا غير مقصود، يكون حلق غير مقصود. ليه؟ لأن الحجامة لا تتوقف على هذا الحلق. قال فلا دم عليه بالاتفاق عندها، لا دم عليه بالاتفاق، والله تعالى أعلم. ثم قال وإن حلق رأس محرم بأمره، وإن حلق المحرم رأس محرم. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لإسرار الفاتحة.